بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومن على موقع جورنال دو مونتريال سنرى هذا الخبر كما نرى. La violence par arme à feu, l'autre épidémie qui fait rage aux États-Unis. إذا la violence par arme à feu. إذا نتكلم عن العنف بالسلاح الناري. إذا نتكلم عن l'arme. L'arme. إذا نتكلم عن l'apostrophe arme. السلاح. إذا نتكلم عن les armes à feu. إذا الأسلحة النارية. La violence par arme à feu. العنف بالسلاح الناري المقصود العنف باستعمال السلاح الناري. إذا نتكلم عن إطلاق النار هنا. L'autre épidémie. إذا نتكلم عن الوباء الآخر. إذا رأينا فيما سابق بأن كورونا فيروس كوم إكزامبل سيت اون إبيديمي. إذا هذا وباء. إذا نتكلم هنا عن وباء آخر. طبعا هي حرب لكنها تؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها الوباء. لا فيولونس باغ آرم أفو. العنف بالسلاح الناري. طبعا باستعمال السلاح الناري. لوتر إبيديمي كي في راج أو زيتازوني. إذن الوباء الآخر الذي يفعل صعارا. إذن نتكلم عن لاغاج. لاغاج. إذن نتكلم عن مرض يصيب الحيوانات بالخصوص. إذن نتكلم عن السعار. ممكن أن هذه الكلمة مجازا تعني الغضب الشديد، تعني الهوس، تعني الألم العظيم الذي لا يمكن تحمله، بحيث أن الشخص مثلا بحيث أن الشخص تماما يفقد صوابه. إذا نتكلم عن لاغاج. لا فيولونس باغ آرم أفو. لوتر إبيديمي كي في راج أو زيتازوني. إذا نتكلم عن الوباء الآخر الذي لا نراه كما لو نقول الذي يفعل سعارا بالولايات المتحدة الأمريكية. المقصود أنه يفعل احتقانا كما لو نقول. عندما نتكلم عن الاحتقان كما لو نتكلم عن أنه يؤدي إلى اشتعال بمعنى آخر. إذا نتكلم عن الوباء الآخر الذي يؤدي إلى اشتعالات بمعنى آخر أو زيتازوني بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم تذكر الجريدة هنا Un bébé de 5 mois touché par une balle à la tête dans une fusillade à Chicago. Un bébé de 5 mois touché par une balle à la tête. إذا نتكلم عن رضيع عنده فقط 5 أشهر. Un bébé de 5 mois. رضيع دو 5 أشهر. Touché يعني أنه مسا. طبعا نتكلم عن الverb touché. طبعا نتكلم عن الverb touché يعني مسا. يعني أن الشخص يمس شخصا آخر. أو يمس شيئا آخر. إذا نتكلم عن الوفاب توشي. ولكن هنا نتكلم عن أم بيبي توشي. إذا نتكلم عن الرضيع أنه مس. طبعا كما نلاحظ بأن الفعل ينتهي بأ أكسون إيجي. إذا عندما نقول لا بوم مونجي نضع بنفس الطريقة كما هنا. يعني أننا نختم الفعل بأ أكسون إيجي. إذا المقصود أن التفاحة مأكولة أو أكلت. كأننا نقول لا بوم اي مانجي يعني أن التفاحة هي أكلت. هنا بنفس الطريقة كأننا نقول أن بيبي اي توشي يعني رضيعا أنه مسا. إذن أن بيبي دو 5 موا توشي با اون بال على تيت. إذا نتكلم عن رضيع دو 5 أشهر أنه مسا. المقصود أنه أصيب با اون بال على تيت يعني أصيب برصاصة في الرأس. dans une fusillade. fusillade المقصود بها إطلاق النار أو طلقات من عدة بنادق في وقت واحد أو تراشق بالرصاص. إذا نتكلم عن fusillade يعني أن الإطلاق يكون متبادل هنا. le verbe fusiller المقصود بأنك تعدم بالرصاص. fusiller يعني أنك تعدم بالرصاص. وعند معنى آخر مجازي المقصود بأفسد أو عطل. إذن فيزيي ممكن أن تعني أعدم بالرصاص وممكن أن تعني مجازا أفسد أو عطل. نتكلم مثلا عن لو فيزي. لو فيزي المقصود به البندقية. طبعا عندنا هنا كما قلنا أن بيبي دو 5 متوشي بار اون بال على تيت دونز اون فيزياد على شيكاغو. إذا نتكلم عن طفل دو 5 أشهر أصيب برصاصة في الرأس أثناء إطلاق النار بمدينة شيكاغو. إي دوفوني. إي دوفوني نتكلم على لو فيرب دوفونيغ
يعني أصبح إي دوفوني. إذا نتكلم عن الطفل إي دوفوني يعني أنه أصبح هاد لو بيبي دو 5 موا اللي تكلمنا عليه وقلنا عنه بأنه توشي با اون بال على تيت. هذا الطفل إي دوفوني أصبح 7 سومين أنه أصبح هذا الأسبوع لا بلو جون فيكتيم أصغر ضحية. إذا لا بلو جون فيكتيم هو أصغر ضحية. طبعا جون المقصود به الشاب، لا جونيس يعني الشباب. إذا لا بلو جون كما نقول أكثر شبابا، لا بلو جون كما نقول أكثر شبابا أو الأكثر شابا، ولكن المقصود به هنا أنه الأصغر. لا بلو جون فيكتيم إذا نتكلم عن الأصغر ضحية. طبعا لا فيكتيم المقصود بها الضحية دو ليبيديمي. إذا هو أصغر ضحية لهذا الوباء دو ليبيديمي دو فيولونس. إذا هو أصغر ضحية لوباء العنف. كيف في غاج ست أطي الذي يفعل سعارا كما قلنا أنه يشتعل ست أطي هذا الصيف دون بليزيوغ غوند فيل في عدة مدن كبيرة دي زيتازوني. دون بليزيوغ غوند فيل دي زيتازوني في عدة مدن كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا نتكلم هنا عن الطفل الصغير ذو 5 أشهر الذي أصيب برصاصة في الرأس خلال تبادل لإطلاق النار بمدينة شيكاغو، يعني أنه أصبح هذا الأسبوع هو أصغر ضحية لهذا الوباء لوباء العنف الذي ينتشر كما لو نقول هذا الصيف في عدة مدن كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. Le nourrisson se trouvait dans les bras de l'un des deux jeunes hommes sur lesquels des assaillants ont fait feu depuis leur voiture dans le quartier de Old Town. Le nourrisson est radé. Comment on appelle le bébé? Et le nourrisson se trouvait. Yani, anou kan yatawajad. Se trouvait, yani tawajada. Trouvait, yani wajada. Trouvait, wajada. Se trouvait, tawajada. Kamalou anna shay ou shakhs yajidou nafsahou fi makan ma. إذا لو نوريسون سو تخوفي الرضع كان يتواجد لو فيرب سو تخوفي الامبارفي. إذا نتكلم عن لو فيرب سو تخوفي يعني تواجد الامبارفي. إذا نتكلم عن الماضي المتكرر. إذا لو نوريسون سو تخوفي دون لي برا دو لان دي دو جون زوم. إذا لو نوريسون سو تخوفي دون لي برا دو لان دي دو جون زوم. إذا نتكلم عن الرضع كان يتواجد في الدرع كما نقول المقصود بين ذراعي دولا لواحد بين ذراعي لواحد دي دو جون زوم دون لي برا دو لان دي دو جون زوم. اذا كان يتواجد في الدرع المقصود بين ذراعي دولا دي دو جون زوم يعني انه كان يتواجد بين ذراعي واحد من دولا دي دو جون زوم لواحد يعني هاد الذراعين يعودان لواحد دو لا لواحد دي دو جون زوم المقصود انه كان يتواجد بين ذراعي احد الشابين احد الشابين سور لكال سور لكال الذي عليهما هنا عندنا على اللذين كما نقول المقصود اللذين عليهما دي زاسيون مهاجمين كما نقول دي زاتاكون كما نقول دي زاتاكون يعني مهاجمون أو مغيرون. يتكلم عن الوفاب أغارة أو فعل هاجمة. طبعا هذا الاسم عنده علاقة بفعل أسيغ. الوفاب أسيغ يعني هاجم بعنف، وممكن أنه يعني في حالة مجازية أزعاجة أو ضايقة. إذن أسيغ المقصود بها هاجم بعنف، وممكن كما قلنا أنه يعني في حالة أخرى معنى مجازي فقط المقصود بمثلا أزعاجة أو ضايقة. إذن هنا عندنا سور لكال دي زاسيون إذن الذي عليهما مهاجمون أون في فو. هاد مهاجمون أون في فو يعني أنهم فعلوا نارا المقصود أنهم أطلقوا النار دوبوي لور فواتور يعني انطلاقا من سيارتهم دوبوي يعني انطلاقا دوبوي لور فواتور انطلاقا من سيارتهم دون لو كارتيي في حي دون لو كارتيي في حي دو اول تاون دو اول تاون يعني كما نقول في حي المدينه القديمه اولد بالانجليزيه تعني قديم تاون المقصود بها مدينه اول تاون المدينه القديمه كما نقول دون لونسيان فيل
دون لونسيان فيل، كما لو نقول في المدينة القديمة. طبعا كما تلاحظون بأن عندنا ديزاسيون، إذا نتكلم عن مهاجمين، لا نعرف هاد المهاجمين، لذلك استعملنا هنا دي ولم نستعمل لي. لو قلنا ليزاسيون المقصود المهاجمون، وهنا من المفروض أننا نكون نعرف هاد المهاجمين، ولكن مادام أننا لا نعرف المهاجمين إذا نقول مهاجمون، سنقول مهاجمون. إذا نتكلم عن ديزاسيون أون في فو، إذا نتكلم عن مهاجمون أنهم فعلوا النار، المقصود أنهم أطلقوا النار دوبوي لو فواتور دون لو كارتي دو أولد تاون، أطلقوا النار من سيارتهم في حي المدينة القديمة. طبعا هاد دي هي الجمع ديال أ أو إن في حالة المؤنث. نقول مثلا أن سيون أفيف، يعني نتكلم عن مهاجم أنه أطلق النار. أن سيون أفيف، يعني نتكلم عن مهاجم أنه أطلق النار، طبعا في حالة المفرد. هنا طبعا نتكلم عن مجموعة أشخاص مهاجمون أطلقوا النار. إذا نتكلم عن ديزاسيون أون في فو دوبوي لو فواتور دون لو كارتي دو أولد تاون، إل سو تخوف دون زان إيتا ستابل، هو يتواجد، لاحظ هنا لو فيرب سو تخوف مرة أخرى، إل سو تخوف هو يتواجد، نتكلم عن الرادع، دون زان إيتا ستابل، في حالة مستقرة، ستابل مستقرة، إل سو تخوف دون زان إيتا ستابل، هو يتواجد في حالة مستقرة، أغاسوغي يعني أنه طمأن. عندنا لو فيرب غاسوغي، هذا لو فيرب غاسوغي يعني أنك تطمئن، أسوغي أنك تضمن أو تؤمن. إذا نتكلم عن غاسوغي، أغاسوغي جودي يعني أنه طمأن يوم الخميس إيري كارتا، يعني أن إيري كارتا هو الذي طمأن يوم الخميس. من يكون هاد إيري كارتا؟ نيميرو دو دو لا بوليس دو شيكاغو، إذا هو الرقم الثاني، هو الرجل الأمن الثاني بمدينة شيكاغو، نيميرو دو دو لا بوليس دو شيكاغو. فيل على لا كريميناليتي اونديميك، فيل على لا كريميناليتي، مدينة كما لو نقول بالجريمة، فيل على لا كريميناليتي، فيل على لا كريميناليتي، إذا نتكلم عن مدينة كما لو نقول بالجريمة. لا كريميناليتي كما لو نقول ناتور دو سوكيي كريمينيل، ناتور دو سوكيي كريمينيل، طبيعة الذي هو إجرامي، نتكلم عن الطبيعة الإجرامية هي التي نسميها كريميناليتي. كما نقول الجرمية كريمينيل، كريمينيل يعني أنه جرمي. فيل على كريميناليتي أونديميك، إذا نتكلم عن مدينة بالجرمية، المقصود أننا نتكلم عن المدينة ذات الطابع الجرمي. أونديميك، أونديميك نقولها سودي دون مالادي بيرمانونت دون زون كونتخي، إذا نتكلم عن مرض مزمن بيرمانونت يعني أنه دائم. دون زون كونتخي، ببلد ما، بأرض ما، بموقع ما، إذا هذا المرض طبعا نصفه بأنه أونديميك، يعني أنه يتعلق بمنطقة ما وأنه مزمن ودائم. إذا نتكلم هنا عن العنف المتعلق بهذه المدينة الذي أصبح طبيعة لها، والذي هو أيضا كمرض مستمر ودائم. أيضا أونديميك المقصود بها كي سيفي كونستامون. إذا نتكلم عن لو فيرب سيفير، سيفير المقصود بها بونير افيك فورس اي سون بيتي، بونير افيك فورس اي سون بيتي، تعاقب بقوة وبدون رحمة، تعاقب بقوة وبدون رحمة، هذا معنى لو فيرب سيفير أونديميك، المقصود بها كما قلنا كي سيفي كونستامون، الذي يعاقب بقسوة وبقوة كونستامون باستمرار، باستمرار. إذن كما نقول هنا بأن هذا العنف يمكن أن نشبهه من جهة بمرض مستمر متعلق بهذه المنطقة، وممكن أننا نصفه كمن يعاقب بقسوة وبقوة وبدون رحمة وباستمرار. كلمة أونديميك كما نلاحظ بأن تعني كل هذه الأشياء، وكلها تدل على السلبية، العقاب بقسوة وبدون رحمة وباستمرار أو كمرض
تقريبا له هاد الخصائص. إذن فيل à la criminalité endémique، إذن نتكلم عن هاد المدينة الذي ينتمي لها هذا الرجل الثاني في الأمن. هذه المدينة ذات طابع العقاب المستمر القاسي إن شئنا إلى آخره. Il se trouve dans un état stable à rassurer Judy Ericata numéro 2 de la police de Chicago ville à la criminalité endémique. هو في حالة مستقرة، نتكلم عن طفل أو الرضع. Il se trouve dans un état stable à rassurer Judy Ericata، يعني أنه طمأن يوم الخامس Ericata numéro 2 de la police de Chicago، الرقم 2 في أمن شيكاغو، يعني أنه الرجل الثاني. فيل على كريمناليتي أنديميك، فيل المدينة، نتكلم عن شيكاغو حيث يتواجد هذا الرجل. فيل على كريمناليتي أنديميك، نتكلم عن مدينة شيكاغو ذات الطبيعة الإجرامية أنديميك، كما نقول العنيفة والمستمرة. سي ديشيرون، سي ديشيرون، إنه ممزق. ديشيرون المقصود به مزقة، سي ديشيرون. إذن كما نقول إنه ممزق، المقصود بأن هذا الأمر مخيف ومفجع. سوني نورمال بور بيرسون، سوني نورمال بور بيرسون، المقصود بهنا سوني با نورمال بور بيرسون، بأن هذا الأمر ليس عاديا، هذا ليس طبيعي، هذا ليس أمرا طبيعيا، هذا ليس أمرا عاديا بور بيرسون، لأي شخصين. كوسوسوا أشيكاغو أو أيوغ، كوسوسوا أشيكاغو أو أيوغ، سواء كان لشيكاغو أو في مكان آخر، المقصود سواء تعلق الأمر بشيكاغو أو سواء تعلق الأمر بمكان آخر، مهما كان الحال فهذا الأمر ليس طبيعيا، لا يجب أن يستمر. بمعنى آخر، يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، لأن ما نراه الآن ليس طبيعي وليس شيئا مقبولا. Les fusillades sont tristement devenues de plus en plus normal. Les fusillades، كما قلنا التراشقات بالنار، سون تريستومون، هم بشكل محزن. سون تريستومون، نقول عن شخص بأنه تريست يعني أنه حزين. لا تريستيس يعني الحزن، لا تريستيس يعني الحزن. لي فيزياد سون تريستومون دوفوني دو بلوز اون بلوز نورمال، إذا نتكلم عن التراشقات بالنار. سون تريستومون يعني أنهم بشكل محزن. دوفوني، طبعا نتكلم على الفيرب دوفونيغ، دوفونيغ يعني أصبح. إذا نتكلم عن هاد التراشقات أنها بشكل محزن، دوفوني أصبحت، دو بلوز أون بلوز، كما نقول زائد فزائد، المقصود أنها في زيادة. نورمال يعني معتادة، نورمال كما نقول معتادة أو طبيعية. كما نلاحظ كلمة نورمال أنها أونتر غيومي، أنها بين هاد الأقواس الصغيرة، المقصود أن هذا الأمر غير عادي في الحقيقة ولا يجب أن يكون عاديا، لكنه بقوة الواقع الموجود الآن أننا نراها باستمرار وبشكل متزايد. إذن les fusillades sont tristement devenues de plus en plus normal، إذن نتكلم عن التراشقات بالنار، تبادل إطلاق النار. sont tristement، إذن هاد التراشقات أنها بشكل محزن، أنها بشكل محزن. tristement دوفوني أن أصبحت، تلاحظوا بأن دوفوني، تلاحظوا بأن دوفوني هذا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب دوفونيغ، دوفوني أنها تتاخذ أو إس، تتاخذ أو إس، الأصل أن تكون عندها فقط أو في الأخر. لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب دوفونيغ هو دوفوني بدون هاد أو إس، أضفنا لها أو أولا، نقول لا فيزياد هي كلمة مؤنثة، ومادام أن لو فيرب دوفونيغ مصرف مع لوكسيليغ إتر، إذن هو سيتأثر بلو سوجي. لو سوجي عندنا هنا هي لا فيزياد، إذن هي كلمة مؤنثة، إذن سنضيف أ. ثم نقول لي فيزياد، إذن نتكلم عن الجمع هنا أيضا، إذن طبعا سنضيف إس أيضا، سنضيف أيضا إس، سنضيف أيضا إس. لي فيزياد سون تريستومون دوفوني دو بلوز أون بلوز نورمال، يعني أنها بشكل محزن أصبحت في تزايد. نورمال كما نقول معتاد، أصبحت كعادة متزايدة. ست أطي هذا الصيف، ست أطي هذا الصيف، إذا نتكلم عن هذا الصيف الذي نحن بصدده. ست أطي هذا الصيف، طبعا عندنا أطي مبدوءة بإن فويال، مبدوءة بأو أكسون إيغو كما نلاحظ، إذا طبعا سنستعمل هذا ست. هي الأصل، الأصل أن نقول سو أطي، لأن كلمة أطي هي كلمة مذكرة، إذا سنقول سو.
في حالة المؤنث نقول ست بدون ت أ، مثلا نقول ست غاجل، ست غاجل هذه المسطرة. إذا نضع ست بدون ت أ. هنا عندنا يجب أن نقول في الأصل سؤتي، وما دام أن هذه الكلمة تبتدئ بأن فويال لا يمكن أن نضع سو أن تنتهي بأه إن فويال أمام اسم آخر مبدو أيضا بأه إن فويال. طبعا سنضيف هذا الطي، ست هي للمذكر المبدوء إن فويال، سواء كانت أ أو أ أو إي أو أو إلى آخره. Les fusillades sont tristement devenues de plus en plus normales cet été à travers les États-Unis. إذا نتكلم عن التراشقات، أنها بشكل محزن أصبحت في عادة متزايدة كما نقول cet été هذا الصيف à travers les États-Unis. À travers، طبعا كلمة travers تعني largeur d'un corps. إذا نتكلم عن عرض جسم، إذا العرض ديال الجسم يسمى travers. إذا عندما نقول à travers كما لو نقول على عرض، إذا المقصود هنا au milieu de، au milieu de يعني في وسط كذا، في وسط كذا. إذا à travers les États-Unis، إذا كما لو نقول في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى آخر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نتكلم عن هاد الطلقات النارية أو التراشقات النارية، أنها بشكل محزن أصبحت في تزايد كعادة ست أطي هذا الصيف à travers les États-Unis على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. أو عندنا هاد أو avec accent، أو تعني حيث أو أين. أو des centaines de personnes ont été tuées، أو حيث نتكلم عن المكان، المقصود أننا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية كمكان التي تحدث بها هذه التراشقات. أو حيث أو أين، أو دي سونتين دو بيرسون أون تي تيي، حيث المئات من الأشخاص أنهم قتلوا، حيث المئات من الأشخاص أنهم قتلوا. أو دي سونتين دو بيرسون أون تي تيي، حيث المئات، دي سونتين دو بيرسون، حيث المئات من الأشخاص أون تي يعني أنهم في الماضي تيي قتلوا. كما تلاحظوا بأن كلمة تيي نضيف لها أيضا أس بنفس الطريقة، لأننا نتكلم عن لا بيرسون، لا بيرسون يعني الشخص، لا بيرسون يعني الشخص كلمة مؤنثة، إذا طبعا سنضيف أه. ثم نتكلم عن لا بيرسون، إذا نتكلم عن الجمع طبعا سنضيف أس. لماذا؟ لأننا نتكلم عن لو فيرب تويي المصرف مع أتخ، نقول أون تيتي، أون تيتي تويي يعني أنهم قتلوا، أون تيتي تويي يعني أنهم قتلوا في الماضي. أو دي سونتين دو بيرسون أون تيتي تويي، حيث المئات من الأشخاص أنهم قتلوا. دون كما نلاحظ عندنا دي أو إن تي وليس دي أ إن إس. دون إذا نتكلم عن دي أو إن تي، هذه تعني من بينهم. دون دي ديزان دونفون، دون دي ديزان دونفون من بينهم العشرات من الأطفال أنهم أيضا قتلوا. إي دي ميليي دوتر بليسي، والآلاف من الجرحى الآخرين. إي دي ميليي والآلاف دوتر بليسي من الآخرين المجروحين، المقصود والآلاف من الجرحى الآخرين، والآلاف من الجرحى الآخرين. إنه فعلا وباء خطير يصعب علاجه، لأنه يتعلق بالإيديولوجيات ويتعلق بالفكر ويتعلق بالعنصرية المترسخة في النفوس، ويتعلق بالعنصرية المترسخة في النفوس. طبعا أصبح الإنسان يهدد نفسه بنفسه. Un enfant d'un nom est mort fin juin à Chicago. Un autre du même âge a subi le même funeste sort dans sa poussette le 12 juillet à New York. إذن un enfant d'un nom، إذن نتكلم عن طفل ذو عامين، est mort فان جوان أشيكاغو، أنه مات في نهاية شهر ستة أشيكاغو بمدينة شيكاغو. النوتر دو ميم آج، واحد آخر من نفس السن. هنا عندنا النوتر، المقصود هنا النوتر أنفون يعني طفل آخر، دو ميم آج بنفس السن يعني أن سنه عام أيضا. دو ميم آج بنفس السن، المقصود أنه عنده أيضا عام. A subi يعني أنه تلقى، عندنا لو فيرب سوبير، سي لو فيرب سوبير
a subi يعني انه تلقى le même funeste sort. Le même funeste sort. نفس المسار المميت. Le sort المقصود به المسار. Le même funeste sort. نفس المسار المميت. Dans sa poussette. طبعا la poussette المقصود بها هي العربة الصغيرة التي نضع فيها الأطفال. نتكلم عن العربة الصغيرة الخاصة بالأطفال. إذا نتكلم عن طفل عمره سنة أنه توفي في عربته. A subi le même funeste dans sa poussette. يعني أنه تلقى نفس المسار المميت dans sa poussette في عربته الصغيرة الخاصة بالأطفال. Le 12 juillet à New York. يوم 12 شهر 7 بمدينة نيويورك. Certains quartiers de Chicago, بعض الأحياء بمدينة شيكاغو, ont pris des allures de zone de combat. Certains quartiers de Chicago, بعض الأحياء بمدينة شيكاغو, ont pris des allures. Ont pris des allures. طبعا, ont pris, هذا le verbe prendre. Ont pris, يعني أنهم أخذوا. Le verbe prendre, يعني أخذ. Ont pris, يعني أنهم أخذوا. Des allures. Allure, تأتي من فعل aller. Allure تأتي من فعل aller. يعني فعل ذهب أو تمشى. أليور كما نقول مشية أو مسلك. أليور كما نقول مشية أو مسلك. إذن عندما نقول مسلك كما نقول منهج. سيرتان كارتيي دو شيكاغو بعض أحياء شيكاغو أون بخي دي زاليور. يعني أنهم أخذوا يسلكون. أنهم أخذوا يسلكون. دي زون دو كومبا. يعني مناطق للقتال. مناطق للقتال. أصبحوا يسلكون ماذا؟ أصبحوا يسلكون مناطق القتال. طبعا لازون المقصود بها المنطقة. طبعا كلمة كومبا تأتي من فعل كومباتخ. كومباتخ يعني سوباتخ كونتخ. سوباتخ كونتخ يتقاتل ضد أو يتحارب ضد. سيرتان كارتيي دو شيكاغو أون بخي دي زاليور دو زون دو كومبا. إذن بعض أحياء مدينة شيكاغو أون بخي دي زاليور دو زون دو كومبا أخذوا مسلك مناطق القتال. أخذوا مسلك مناطق القتال. يعني أنهم سلكوا طريقة مناطق القتال. كما نقول أنهم اختاروا مناطق القتال. بمعنى آخر أصبحت عندهم مناطق القتال. Selon le journal Chicago Tribune, حسب جريدة Chicago Tribune, selon le journal Chicago Tribune, حسب جريدة Chicago Tribune, 1901 personnes avaient à la date du 13 juillet été touchées par balle dans la troisième ville des États-Unis. 1901 personnes avaient à la date du 13 juillet été touchées par balle dans la troisième ville des États-Unis. حسب جريدة Chicago Tribune, 1901 أنهم في 13 شهر 7 أنهم أصيبوا avaient été touchés يعني أنهم أصيبوا par balle أصيبوا برصاص dans la troisième ville des États-Unis. في المدينة الثالثة للولايات المتحدة الأمريكية. Dans la troisième ville des États-Unis. إذا نتكلم عن المدينة الثالثة من حيث الكبر في الولايات المتحدة الأمريكية. Faisant 373 morts. Faisant 373 morts. Soit une centaine de plus que l'année précédente. جعلت faisant. نتكلم عن الفعل faire. Faisant 373 morts. كما نقول فاعلة 373 قاتل. المقصود أن أدت إلى 373 قاتل. سوى كما نقول فليكن. المقصود بما معناه إن سنتين كما نقول أكثر من 100 دو بلوس زيادة كولاني بخيسيدونت من السنة الماضية. إذن طبعا كما نقول بأنه في السنة الماضية كان هناك ما يتجاوز 200 قاتل. اليوم نحن في 373 قاتل. اليوم نحن في 373 قاتل. كما نقول أكثر من 100 قاتل زيادة مقارنة في السنة الماضية. كما نلاحظ بأنه في هذه المدينة لوحدها الثالثة من حيث الكبار يصاب بها 1900 شخص منهم 373 قاتل بالتراشقات التي أصبحت كأنها معتادة. طبعا المأساة طويلة وفيها الكثير من التفاصيل. رابط المقال في أسفل الفيديو. إذن حتى لا نطيل حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.